هنا انا اتكلم بس هاني يعني طبعا بعد اداء واجب العزاء في الكابتن ايهاب الجلالي زي ما حضراتكم شفتوا كان يوجد حاله من الحزن شديده على الكابتن محمود الخطيب، ويعني حاضرا عدد كبير من نجوم الرياضه ابرزهم يعني احمد شوبير وكابتن سيد عبد الحفيظ ويعني عدد كبير وكبير من نجوم الرياضة هنا في مسجد النزهة للقوات المسلحة في مدينة نصر. عزيزي حضراتكم متابعينا الكرام متابعي أبو كبير ميديا، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مفيش حضراتكم يعني لحظة بلحظة من داخل العزاء هنا في مسجد يعني هو ما زال توافد نجوم الرياضة هنا في يعني مسجد النزهة. جزاكم الله أجركم متابعينا الكرام متابعي الميديا، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني طبعا مستمرين معاكم مسجد القوات المسلحة في مدينة نصر، ويعني ما زال التوافد على ساحة مسجد النزهة. حسن الله أجركم متابعينا الكرام متابعي أبو كبير ميديا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما زال توافد كبير لنجوم الرياضة هنا في مسجد القوات المسلحة، يعني طبعا على الحزن الشديد على وجوه الحاضرين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عزب الله أجركم متابعينا يعني. والآن الدور للاعب باسم علي. Thank you.
قدام العربية وسع يا جدعان، وسعوا بعد اذنكم يا جماعة. بعد اذنكم يا جماعة استاذ جمال. شاهدنا كل مكان من هذا كبير ميديا يعني اللي كانت تخطيطنا من مسجد القوات المسلحة من مدينة قصر. أعزائي الكابتن إيهاب شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة. كان معكم أنا محرر صحفي محمد شنطوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.